أول شيء أنا كتير فخور و مبسوط إنه أكون ب هالسنة للمرة الثانية ببيروت إنستيتيوت. أهمية وجودي أنا كموسيقي بهيك مجموعة، يعني واحد بيتوقع بهيك مجموعة مختلفة الأبعاد وكل حدا جاي من خلفية مختلفة جدا، في سياسيين، في رجال سياسة، رجال اقتصاد، رجال فكر، وبنكون قاعدين حول طاولة مستديرة بنفكر حالنا عم نحل مشاكل العالم، ولكن الأهمية هي شو أنا رح آخذ من هالأحاديث، أنا كفنان شو رح آخذ وارجع حطه بالفن تبعي حتى ارجع انشره بطريقتي. يعني الدبلوماسي رح ياخذ من الفن افكار ويحطها بدبلوماسيته، الفنان رح ياخذ من الدبلوماسي افكار ويحطها بفنه. فهيدا التفاعل هيدا اللي بيعطي نتيجه وهذا اللي فعال. فحقيقه حسيت يعني عادة الفنان بيكون بمجتمع مع فنانين، ففي أفكار فنانين والدبلوماسي مع دبلوماسيين في أفكار دبلوماسيين، فهذه الخليطة غنية للكل. فهذه أهمية هيك نوع من اللقاءات.